بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرفين انا هلا وين، بس حبيت اعطي درس ثاني على الحمد لله. طبعا انا بدي ادخل الموضوع على طول. انت ممكن كل يوم يعني الله سبحانه وتعالى عم بعطيك نعم، بس انت ما بتحس فيها. خلينا شو بدكم تشوفون انتم، شو بدكم بس تشوفه، شوفوا هذا احسن. سبحان الله، اطول مبنى في العالم. تمام، الله سبحانه وتعالى بيعطينا نعم احنا كل يوم عم نستخدمها ولكن مش حاسين فيها، مثل نعمه البصر مثلا، مثل نعمه السمع، مثل نعمة الشم، اللمس، التذوق. يعني الحمد لله رب العالمين، انت عم تاكل بدك اياه مثلا، الحمد لله رب العالمين انت عم تشرب بدك اياه، الحمد لله انك بتسافر، الحمد لله انك واقف على رجليك، غيرك لا، الحمد لله انك مش مريض مرض مزمن لا سمح الله، الحمد لله انك انت مش مريض، الحمد لله انك انت الوالد موجود، الوالدة موجودة، الحمد لله على وظيفة الوالد، الحمد لله على سيارتك، الحمد لله على غرفتك، تلفزيونك، البلاي ستيشن تبعتك، الموبايل تبعك او اللابتوب اللي انت عم بتشوف الدرس عليه هلا، الحمد لله انك بتشوفه بتسمع، الحمد لله انك انت هلا وصلت دقيقه بالضبط، دقيقه وثانيتين هلا وانت عم تسمعني. طب الحمد لله رب العالمين على المدرسه اللي انت فيها، الحمد لله انك انت بتستوعب المواد، الحمد لله معلش حتى لو انت يعني تعثرت شوي بالمواد وكانت صعبه عليك ورسبت او جبت علامات مش كويسه، برضه الحمد لله رب العالمين الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. فهذا هو الدرس اللي انا بعطيه، الحمد لله، اللهم لك الحمد، مهما انت مر عليك من المصاعب بالمواد او من الاهل او من اي شيء يعني صعب يمر عليك بحياتك، برضه قول الحمد لله. من النعم اللي الله سبحانه وتعالى معطينا اياها نعمه الفلوس. معلش يعني يمكن مش كل الناس معاها فلوس، مش كل الناس ممكن تشتري اللي بدها اياه. انت شوف البوت اللي انت لابسه هلا، شوف البنطلون اللي انت لابسه، طب شوف الماركت التلفزيون اللي انت عندك اياها، تمام، شوف نوع التخت اللي انت عندك اياه، طب شوف نوع الملابس اللي بتشتريها، الساعة اللي انت لابسها، الموبايل اللي انت هلا سبحان الله انت هلا عم تستخدم او تشوف الدرس هلا، شوف نوعه ايش، شوف غيرك ايش عنده. تعرف انه في هلا ناس يعني من جنسيات معينة لهلا ما عندهمش الموبايلات اللمس، لهلا بتشوفهم عندهم الموبايلات العادية اللي هي لون واحد او حتى كويس اذا دخل الالوان فيه. ليش؟ انه هم هيك قدراتهم. تعرف انه انت هلا مصروفك اللي انت عم تصرفه بروحة مول واحد بس، غيرك هاي بكون راتب شهر، تعرف هذا الشيء ولا لا؟ فانت هل حمدت الله سبحانه وتعالى على الفلوس؟ هل حمدت الله سبحانه وتعالى على مصروفك؟ هل حمدت الله سبحانه وتعالى على النعم اللي الله سبحانه وتعالى معطيك اياها؟ انت مش حاسس، انت بتنام. طب تعرف ان النوم نعمه؟ تعرف ان النوم نفسه نعمه؟ سبحان الله. طب وانك تفيق برضه نعمه؟ انت بتدخل الحمام لحالك ولا حدا بيساعدك؟ انت بتاكل لحالك ولا حدا بيساعدك ولا حدا باكلك وبشربك؟ سير انا هلا اشوف قديش عمري، يعني مين بده ياكلني ويشربني؟ كم مره رحت تروح المول وتشوف واحد على بحاله معينه من الصحه بحيث انه على كرسي هو ومعاه خدامته اللي بتاكله بتشربه ودير بال عليه؟ عمرك انت سالت حالك انت هل ممكن انا اكون بمكانه ولا لا؟ عمرك سالت حالك انه اذا انا مريض طب روح المستشفى زياره، روح المستشفى زياره بس مره وشوف انت كيف. روح الطوارئ الساعه 12 بالليل، مستشفى مبارك مثلا، روح الطوارئ مره بس هيك زياره بعد الساعه 12 بالليل على الطوارئ، شوف الناس من ايش بتعاني، شوف الناس ايش المرض اللي هم بيه. طب ماله هذا جاي؟ طب ايش في حادث سياره؟ طب الحمد لله رب العالمين يعني ما فيش حوادث سياره عندك، الحمد لله رب العالمين، حتى اذا صار انت بخير وسلامه. طب انت حمدت الله سبحانه وتعالى على النعم اللي انت فيها، كل ثانيه بتمر عليك هاي نعم من الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا ايش؟ احنا ما بنشعر فيها. كل يوم بمر عليك نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. طب انا هني انا بدبي هلا، انت مسافر؟ سافرت الاجازه هاي؟ انت مسافر هلا؟ انت عم تسمع الدرس هلا من الكويت ولا من برا الكويت؟ عمرك حمدت الله سبحانه وتعالى على النعمه ولا انت من النوع النكد اللي يلا يباي يلا خلينا نروح يلا خلينا نيجي ومو حلوه وشو هذا ومو حلوه وليش هون والمطعم هذا زاكي؟ هل بتشوف نص الكوبايه المليان ولا بتشوف نص الكوبايه الفاضي؟ هل بتقدر النعم مهما صغرت ولا انت ما يعني ما بتقدر وما بتشوف وما بتحس؟ هل فعلا مقدر النعم اللي الله سبحانه وتعالى معطيك اياها؟ هل فعلا مقدر النعم اللي الله سبحانه وتعالى معطيك اياها؟ انت لو اطلعت على حواليك بتشوف النعم اللي انت فيها. اطلع على اللي حواليك واحمد الله سبحانه وتعالى على النعمه اللي الله سبحانه وتعالى معطيك فيها، ان شاء الله الله بزيدك من نعمه. من هلا ابدا اسس حالك انك تشوف كل شيء حلو، من هلا ابدا انك تاسس حالك انك كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مقدره، حامد الله سبحانه وتعالى عليه وشاكره عليه، مش مقدره بس. فانت هلا بعمر، من هلا ابدا اسس حالك بحيث انك انت تبدا
تحمد الله سبحانه وتعالى عشان بعد لما تخلص المدرسة وتروح الجامعة وبعد الجامعة تحمد ربك على الجامعة، تحمد ربك على أشياء تانية. أوكي، يلا السلام عليكم.